النجاة هم نالوها على الأرض، لا، أخذوا في السماء
التأديب رفيع زي ما معلمنا بولس الرسول قال إن كنا نتألم معهم فإننا نتمجد معهم. وربنا أعطيهم مجد كبير في السماء. تاني حاجة تخلي الإنسان تاني تدريب تخلي الإنسان يبقى فرحان وقت الضيقة إن تبقى عينيه على ربنا. قال الآن ستتجبدون حزنا لكني سأراكم أيضا فتفرحون ولا ينزع أحد فرحكم منكم. عينيك فين وقت الضيقة؟ لو أنت هتبص على الضيقة نفسها هتبقى تعبان ومتضايق، لكن لو حطيت ربنا بينك وبين الضيقة وخليت عينيك على ربنا حتى وقت الضيقة هتشعر بالسلام وبالفرح، تشعر ان ربنا ضابط الكل. ده اللي عمله القديس استفانوس، شاف السماء مفتوحة وشاف ابن الانسان قائم على يمين العظمة. هذا المنظر الجميل والاكاليل اللي شافها معدة له خلاه قدر انه يسامح، قدر انه يغفر، قدر يقول يا رب لا تقبل لهم هذه الخطيه. لما تكون عينيك على السماء وقت الضيقه حتى لو كل الابواب اللي على الارض مقفوله قصادك هتلاقي باب السماء مفتوح زي ما استفانوس شاف السماء مفتوح. لكن لو ركزت على الضيقه هتلاقي قلبك مليان بالهم وقلبك مليان بالمراره، زي ما كنا بنقول امبارح في المزمور الى متى يا رب تنساني. ان بعد ما اول ايتين ركز على الضيقه بتاعته حس ان هو منسي، ربنا مش بينظر اليه، ربنا حاجب واقفه عنه، اعدائه اشتدوا وقووا عليه. بعد كده ابتدى يرفع عينيه للسماء ويصلي ويقول له انظر الي يا رب والهي. ابتدى يصلي اول ما حاول عينيه على السماء وابتدى يصلي وما بصش في الضيقه بتاعته، تحول في اخر ايتين الى ترنيم الفرح وشود فرح وسلام. طب ايه اللي حصل؟ ان غير اتجاه عينيه. اول ايتين كان باصص للتجربه، تاني ايتين بص للسماء، خلى بعد كده الختام بتاع المزمور يختتم بترنيم الفرح وترنيم السلام في الرب. الحاجه الثالثه اللي ربنا قالها لنا هو ان احنا نصلي زي ما كنا بنتكلم على داود في مزمور الى متى يا رب الانسان. قال الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتاخذوا ليكون فرحكم كاملا. صلي، ربنا قال اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. سيدنا بابا شنودة في قصيدة اغلق الباب وحاجك يتكلم على قوة الصبر. بدل ما انت مليان بالألم ومليان بالمرارة ومليان بالضيق قالك اغلق الباب وحاجك، قل له اشتدت وضاقت، افتح لي الباب الرحيم. وقف اصرف امام ربنا، صارع معاه، صارع مع الله زي ما يعقوب لما كان خايف من عيسو قبل ما يقابله وقف صارع مع ربنا وقال له لن اتركك الا تباركني. عيسو عايز يقتلني، عيسو جاي في منتهى الغضب، لكن انا يا رب ماسك فيك، مش هسيبك غير لما تباركني. واول ما اخد البركه دي منك انا هشعر بسلام وهروح اقابل اخويا عيسو ومش هيحصل حاجه. صارع مع ربنا واطلب من ربنا بلجاجه، ربنا هيدينا. قال لك الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي. وهنا ربنا علمنا طريقه الصبر. طريقه الصبر هي نحن نصلي لله الان في ابنه يسوع المسيح بالروح القدس. يعني ايه؟ اشرح الجمله دي. يعني احنا طلباتنا موجهه الى الله الان. لما بنصلي بنصلي لله الان. لكن يستحيل ان انا اقدر اقف امام الله الاب لان انا في خصومه بيني وبين رب الله الاب بسبب خطاياي. الحل الوحيد ان انا يكون ليا جرأة ان انا اقف امام الله الاب
لما أكون في ابن يسوع المسيح. عشان كده الابن تجسد عشان يبقى الله الإنسان. الله الإنسان. الله الإنسان معناه أن يقدر يوحد بي وفي أقدر أقف أمام الله الآب. دي كلمة لم تطلبه باسم اللي قالها. من هنا من خلال التوبة، من خلال الاعتراف، من خلال التناول أبقى في المسيح. وفي المسيح أستطيع أقف أمام الله الآب وأطلب منه. ومين بقى اللي بيقود الصلاة؟ ومين بيعلمني كلمات الصلاة؟ ومين بيقول لي أقول إيه؟ بولس الرسول يقول لسنا نعلم ما نصلي إلى لأجله، ولكن الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. فالذي يقود الصلاة هو الروح القدس. يبقى إحنا نصلي لله الآب في ابنه يسوع المسيح بالروح القدس، بقيادة الروح القدس. فدي ثالث حاجة تدي الإنسان سلام وقت الضيق. الحاجة الرابعة اللي تدي للإنسان سلام وقت الضيق هو الإيمان والثقة. الإيمان والثقة، ثقة في مواعيد ربنا، ثقة في كلام الله. سيد المسيح قال لهم لست أقول لكم إني أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم إن من عند الآب خرجت. هذا الإيمان وهذا الثقة يخلي لي ذلك أمام الله. عشان كده ربنا قال لنا كل شيء تطلبونه مؤمنين ستنالونه. يعني سيد المسيح قبل ما يعمل أي معجزة كان يسأل سؤال واحد، يقول له عندك إيمان؟ هل أنت مؤمن؟ الإيمان ده اللي هيخلي ربنا يستجيب، ولما ربنا يستجيب ده يدي للإنسان الفرح ويدي للإنسان السلام. طيب افرض ما عنديش الإيمان ده أعمل إيه؟ في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 9 في قصة لذيذة أوي. في واحد عنده ابنه عليه أرواح نجسة، ويقدمه للتلاميذ علشان يشفوه. التلاميذ ما قدوش، كان الأرواح النجسة جديدة. عشان كده سيد المسيح قال لهم على الشيطان هذا الجنس لا يخلط بشيء إلا بالصلاة والصوم. فرح سيد المسيح بعد ما نزل من جبل التجلي، الأب دخل ابنه وراح لسيد المسيح قال له أنا ابني ده قدمت للتلاميذ بتوعك ما قدروش يخرجوا الشياطين، شوف بقى اتصرف اعمل. فربنا سأله سؤال، قال له ألك إيمان؟ نفس السؤال، ألك إيمان؟ الرجل كده يعني إيه؟ أنا سمعت بعقلي إن أنت يا رب عملت معجزات قبل كده وخرجت الشياطين، سمعت إن كل اللي لمسك شفي، بس أنا مش مصدق إن ابني ده ممكن يخف. ففي صراع ما بين اللي سمعه وما بين قلبه إن هو مصدق هل ابني ده ممكن يخف ولا لا. فقال جملة جميلة أوي، قال له أؤمن يا سيد أعلى عدم إيماني، مش حتى ضعف إيماني، أؤمن يا سيد أعلى عدم إيماني. فلو أنا في موقف وحاسس إن إيماني مهزوز، ما عنديش هذا الإيمان القوي، أصلي زي الأب ده في مرقس إصحاح 9 وأقول له يا رب أؤمن أعلى عدم إيماني. ما هو أنا حتى يا رب لو إيماني ضعيف، أنت يا رب اللي بتعين هذا الإيمان وأنت اللي بتسنده. لما توما شك فيك وتوما إيمانه كان ضعيف، ما أنت يا رب اللي ظهرت له وثبتت إيمانه وقلت له لا تكن غير مؤمن بل آمن. أنا يا رب ربما زي توما، ربما زي الأب ده اللي هو ما عندوش إيمان، لكن أنا جاي لك، جاي لك بناء على وعودك، جاي لك بناء على إنك طلبت مننا اسأله تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. فأنا جاي لك يا رب على هذا الإيمان، ولو إيماني مهزوز أو لو إيماني منعدم اعمل معايا زي ما عملت مع توما. تعال يا رب وثبت إيماني، تعال يا رب وأعلن عدم إيماني. وبالطريقة دي أن ربنا يعطيني هذا الإيمان ويديني النقص اللي موجود عندي ده ربنا يكمله.
بحيث ان انا صلاتي تبقى مقبوله امام ربنا. اخر نقطه، ازاي الانسان يكون عنده سلامه وضيقه؟ ربنا كتب وقال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. طبعا الايه دي معناها ايه؟ طب يا رب انت غلبت العالم، بس ده الضيق انا اللي بمر بيه. انت بتقول لي يا رب في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن انا قد غلبت العالم. زي بالصحيح لما تروح واحد عميان وتروح تقول له انا عارف انك مريض بس انا صحتي كويسه، طب يعني دي هتفيدني بايه؟ انت بتقول انت عندك ضيق بس انا قد غلبت العالم. لا، انا اقول لك ايه اللي يقصده ربنا في الايه دي. ربنا يقصد ان انت مش هتقدر تغلب اي ضيقه غير فيا، وانا جيت وتجسدت وصرت انسان واخدت كل البشريه وكل الانسانيه علشان لما تتحد بيا تستطيع انك تغلب العالم وتستطيع انك تنتصر على العالم. اوعى تفتكر ان انت تستطيع تنتصر على الخطيه ولا على ضيق ولا على العالم من غير ربنا. لو فكرت كده انت بتخادع نفسك. جهد زي ما تقدر في جهد، واتعب وفكر في حلول، ولكن من غير ربنا مش هتقدر توصل لحاجه. فربنا عايز يقول لك سر النصره هو انا قد غلبت العالم. وانا ربنا غلب العالم لحساب مين؟ ربنا مش محتاج. ربنا غلب العالم وهو انسان لحسابي انا، لحساب البشر، علشان النصره بتاعته اخذ انا النصر. ربنا كان ممكن الشيطان لما يجي يجربه كان ممكن بكلمه واحده يبيده بنفخه من فمه زي ما نقرا في سفر الرؤيا. لكن ليه ربنا سمح للشيطان يجربه؟ ليه؟ عشان لما ينتصر على الشيطان تبقى النصر دي لحسابي. ليه ربنا سمح ان يمر بالالم بتاع الصليب؟ لما بطرس خد السيف بتاعه وقطع اذن عبد رئيس الكهنه، ربنا قال له انا عايز اجيب 12 ربع من الملائكه يجوا ويرموا على كل الجنود اللي واقفين قصاده. لكن ربنا مشي في طريق الالم ومشي في طريق الصليب والاحتمال، وافتقر وهو الغني وليس له اين يسند راسه، وكان مطارد من اسرته وقال ان هو مختلف، وناس قالوا ان هو عليه بعل زبور وبيه شيطان، وناس تانيين قالوا سمير وبيه شيطان. ربنا مشي في كل ده برغم كان في امكانه ما يمشيش في كل ده لحسابي انا، عشان الغلبه بتاعته والنصره بتاعته تبقى لحسابي انا، تبقى نصره ليا انا وغلبه ليا انا. اذا هل ممكن ان الانسان وقت الضيق يبقى فرحان؟ اقرا في الكتاب المقدس وشوف ثلاث فتية رموهم في أتون النار كانوا بيسبحوا. تقرا كده في سفر دانيال ان وقف ثلاث فتية وسط أتون النار وقعدوا يسبحوا ربنا. ايه ده؟ ايه العجب ده؟ دانيال في جب الاسود كان بيسبح ربنا، وهو وسط سوق كان بيسبح ربنا. بولس وسيلة مرميين في السجن كانوا بيسبحوا ربنا، لدرجة لما حصلت زلزلة وفتح السجن أبواب السجن وجه حافظ السجن عايز يقتل نفسه، بولس قال له اوعى ما تمدش ايدك، احنا كلنا موجودين، احنا موجودين وفرحانين وبنرنم وبنسبح، احنا مش مستنيين حد يفتح لنا السجن عشان نرنم. بطرس كان تاني يوم متقدم للإعدام، هيرودس كان هيموته خلاص تاني يوم وحطه في السجن، ويقول لك كان نايم نوم عميق، لدرجة لما الملاك صحاه وخده بطرس كان فاكر ان هو في حلم، لغاية لما خرج في الشارع زي ما نقرا في سفر الأعمال، سفر الأعمال أدرك انه ده حقيقة وليس حلم. ازاي واحد تاني يوم عليه إعدام يجيله نوم عميق بالطريقة دي وهو لسه كان قاتل يعقوب ابن زبدي قبليه؟ هيرودس يعني هتقتل، لكن هو ده السلام وقت الضيق.
السلام والتصديق هو في الرب زي ما قال ليكون لكم فيه السلام. والخمس نقط اللي قلناهم دايما انظر الى ما وراء التجربه، انظر الى زي المراه التي تلد، انظر الى الثمر اللي هتحصده من وراء هذه التجربه. الحاجه الثانيه صلي وقت الضيق، صلي اطلبه لكي يكون فرح مكانك. الحاجة الثالثة خلي عينيك على السماء، خلي ربنا بينك وبين الضيق، فحط عينيك على ربنا زي استفانوس، ما تحطش عينيك على الضيق. الحاجة الرابعة خلي عندك إيمان، إيمان في الله وثقة في مواعيده. هذا الإيمان ده هيديك نصرة ويديك سلام وقت الضيق، ثقة في مواعيد الله. الحاجة الخامسة والأخيرة اعرف إن ربنا غلب العالم لحسابنا من أجلك، فاثبت في الله وخذ من النصرة بتاعته نصرة لي، هتبقى فرحان وعندك سلام في وقت الضيق. كلمات معزية، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. نطلب من ربنا أن يعطينا سلامه الذي يفوق كل عقل وسط الضيق، لكي ما نشهد بمسيحنا ان احنا فرحانين حتى وقت الضيقات، لانه ثابت فينا واحنا ثابتين فيه لالهنا المجد الدائم الى الابد.